الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت أوساط نيابية عن تراجع اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين، ما زاد من الطلب على نفط العراق. وأكد النواب أن عائدات صادرات النفط العراقية لأوروبا خلال 8 أشهر الماضية بلغت 11 مليار دولار، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعد افتتاحاً أو جاء بعد افتتاح لمنفذ جديد في وجه النفط العراقي ومسعى من جانب العراق لإيجاد زبائن جدد لنفطه، خاصة بعد تراجع تعويل أوروبا على الطاقة الروسية. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 65 مليون برميل خلال 6 أشهر من عام 2023. وأظهر جدول للإدارة أن صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال 6 أشهر من عام 2023 ارتفعت بنسبة 33.5% عن نفس الفترة من عام 2022 التي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه 48 مليون و459 ألف برميل. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ضبط تلاعب وتزوير في محضر تخصيص قطع أراض وهدر للمال العام ومنح قروض خلافاً للضوابط والتعليمات في محافظة ذي قار. وذكرت الدائرة أن فريقها في ذي قار ضبط أصل محضر تخصيص 22 قطعة أرض متميزة تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار دينار. قام محافظ ذي قار ومدير البلدية بتخصيصها لمتنفذين، مضيفة أن هناك تلاعبا وتزويرا في تخصيص عقار إلى أحد الأشخاص بالرغم من وجود معاملة شراء للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ 50 مليون دينار. توقع صندوق النقد الدولي أن تتحول السعودية إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2% من الناتج الإجمالي في عام 2023 من فائض قدره 2.5% في عام 2022 حسب ما ذكر في أحداث تقرير له. ونمى الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد، لكن من المتوقع أن يؤثر خفض الإنتاج هذا العام كما انخفاض الأسعار في إيرادات النفط وفي النمو. قالت وكالة بلومبرغ إن البنك الدولي يجري محادثات متقدمة لزيادة التمويل المخصص لمشروعات في تركيا إلى 35 مليار دولار. وأوضحت الوكالة أن المناقشات تشمل تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، إضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، مشيرة إلى أن التمويل سيشمل الإقراض المباشر للحكومة وكذلك دعم القطاع الخاص. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.